السلام عليكم أخي، أخاطبك، هل تريد راحة البال؟ هل تريد المتاع الحسن؟ هل تريد الذرية؟ هل تريد الرزق؟ هل تريد فتح مدارك الأفهام لك؟ هل تريد انشراح الصدر وطمأنينة البال؟ إذن عليك بالاستغفار، فإنه مفتاح كل الأقفال. عليك بالاستغفار، لأن الاستغفار من شأنه أن يعطيك الله عز وجل به كل ما تريد. قال الله سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. والاستغفار يعطيك الذرية والمال والرزق الوفير. قال الله تعالى على لسان نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك فإنه يزيد قوتك قوة إلى قوة. قال الله تعالى على لسان هود عليه السلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يزدكم قوة إلى قوتكم. الاستغفار شجع عليه النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم حين قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة. وجاء في الحديث: ولو أن في سنده مقالا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إذن ما علينا سوى أن تلهج ألسنتنا بالاستغفار حتى يحقق الله لنا ما نصبو إليه ونرمي إليه من متاع أو رزق أو قوة أو مال، كما يجب علينا ألا نغفل تنبيه أبنائنا وبناتنا على لزوم الاستغفار.